يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث يؤكد أن الإيمان يزداد وينقص، يقوى ويضعف، فإذا ضعف الإيمان فلا بد من تقويته، وإذا تناقص فلا بد من تجديده. الحقيقة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو نعيم في الحلية وهو في السلسلة الصحيحة: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. المؤمن معدنه طيب، والمؤمن معرفته ثابتة، قد تأتيه سحابة صيف فتحجب عنه أحواله التي كان يسعد بها، أو تحجب عنه إقباله الذي كان يطرب له. هذه السحابة سرعان ما تزول إذا كان إيمانك متيناً، وإذا بني على أسس صحيحة، وإذا كنت متصلاً بالله عز وجل، ثم فتر قلبك وضعف إيمانك، فهذا الضعف عارض، والأصل أنك مؤمن، فعالج هذه الحالة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة المستنبطة من هذين الحديثين الصحيحين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان كما يقال نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الأدلة من كتاب الله عز وجل: ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، أيكم زادته هذه إيماناً. من أدلة السنة النبوية المطهرة: من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يضعف ويقوى، يزداد وينقص. أيها الإخوة الكرام، يعني كواقع، لو أنك دخلت إلى مسجد واستمعت إلى درس علم وتفاعلت معه تفاعلاً شديداً، تراك قريباً، ترى نفسك قريبة من الحق، قريبة من الله، قريبة من الآخرة. لو دخلت إلى الأسواق وفيها المنكرات، وفيها الغاديات الرائحات، وفيها الكاسيات العاريات، وفيها البضائع براقة والأسعار مرتفعة، تعود وقد شعرت بانقباض، وأنت في بيت من بيوت الله إيمانك ازداد، وأنت في سوق تجاري إيمانك ضعف. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير البلاد مساجدها، وشرها أسواقها. أيها الإخوة الكرام، من فقه العبد أن يعلم متى يزداد إيمانه ومتى ينقص، ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان متى تأتيه وأنى تأتيه. هذا ما قاله بعض السلف. لكن هناك فكرة دقيقة جدا، هي أن الإنسان حينما يضعف إيمانه، إذا كان ضعف إيمانه قاده إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا ضعف خطير يجب أن يتوب منه سريعاً.
وهناك حالة ضعف لا تؤدي به إلى ارتكاب معصية ولا إلى ترك واجب ديني، بل تؤدي به إلى فتور يبقى على طاعته ويبقى على ترك المناهي والمعاصي. هذا يعد تراجعاً طفيفاً يستحب أن يسوس نفسه ويسدد ويقارب حتى يعود إلى نشاطه. وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أن للنفس إقبالاً وإدباراً، فإن أقبلت فاحملها على النوافل، وإن أدبرت فاحملها على الفرائض. أن يتألق الإنسان أو أن يفتر شيء طبيعي، نحن ساعة وساعة. سيدنا حنظلة رآه الصديق يبكي، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثا رسول الله بما جرى فقال: أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يستنبط من هذا أن المؤمن بين التألق والفتور، لكنه مستقيم على أمر الله، مقيم على طاعته، بعيد عن معاصيه. أما الضعف الذي يحملك على معصية الله أو على ترك فريضة فهذا ضعف خطير يحتاج إلى معالجة سريعة. إذا كان الضعف طارئاً وكان الضعف طفيفاً ففترت عزيمتك، هذا ضعف يعالج معالجة هادئة بسيطة. أما إذا كان الضعف خطيراً حملك على معصية أو حملك على ترك طاعة فهذا ضعف يحتاج إلى معالجة إسعافية. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين ينكرون قلوبهم وقد قست بسبب ضعف إيمانهم يبحثون عن علاج خارجي. علاجكم في أيديكم، علاجكم في أنفسكم، علاجكم في الإقبال على ربكم، علاجكم في تلاوة القرآن، في ذكر الله عز وجل، في لزوم المساجد، في حضور الجمعة والجماعات. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المقدمة التي تؤكد أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان يتألق ويفتر، لا بد من بيان بعض أسباب تقوية الإيمان. أول أسباب تقوية الإيمان تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا تبياناً لكل شيء، ونوراً يهدي به سبحانه من شاء من عباده. ولا شك أن فيه علاجاً عظيماً، لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء؟ يعني أمراض الجسم أيها الإخوة تنتهي عند الموت. أكبر مرض، أخطر مرض، مرض خبيث، مرض عضال، ينتهي عند الموت، ولكن أمراض القلوب تبدأ بعد الموت ويشقى بها إلى أبد الآبدين. فلا بد من أن نقرأ القرآن لأنه شفاء لنفوسنا. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل، حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبينا الكريم تلا هذه الآية طوال الليل أو في قيام الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن وقد بلغ في ذلك مبلغاً عظيماً. روى ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد
قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي ليصلي، فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وهي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، القرآن كتاب هداية، فيه وعد ووحيد، فيه توحيد ووعد ووعيد، وأحكام وأخبار وقصص وآداب وأخلاق آثارها في النفس متنوعة. يقول عليه الصلاة والسلام مثلاً: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. وفي رواية: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه السور شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتوت من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة التي ملأت بثقلها قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الآية التي عناها في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأما هذا الذي يقول: أنا لست نبيا، اقرأ هذه الآية: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا رقيق القلب، إذا صلى بالناس وقرأ كلام الله لا يتمالك نفسه من البكاء. ومرض عمر في أثر تلاوة قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وسمع نجيشه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، وقتل شهيدا مظلوما ودمه على مصحفه. وأخبار الصحابة كثيرة جدا أيها الإخوة في تدبر القرآن. سعيد بن جبير ردد الآية الواحدة في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي آخر آية نزلت في القرآن الكريم، وتمامها: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، الفضيل كان يتلو هذه الآية ووافته المنية وهو يقرأ هذه الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله. بعض الصالحين قرأ قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فسجد سجود التلاوة ثم قال معاتبا نفسه: هذا السجود فأين البكاء؟ يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن أعظم أنواع التدبر تدبر أمثال القرآن. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكان بعض السلف يتلو هذه الآية فلم يتبين له معناه فجعل يبكي، فسئل: ما يبكيك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
وأنا لم أعقل هذا المثل، فلست بعالم، فلهذا أبكي على ضياع العلم مني. في القرآن الكريم أيها الإخوة أمثال كثيرة، مثل الذي استوقد ناراً، مثل الذي ينعق بما لا يسمع، مثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل، مثل الكلب الذي يلهث، الحمار الذي يحمل أسفارا، مثل الذباب، مثل العنكبوت، مثل الأعمى والأصم والبصير والسميع، مثل الرماد الذي اشتدت به الريح، ومثل الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، والماء النازل من السماء، ومثل المشكاة التي فيها مصباح، والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والذي فيه شركاء متشاكسون. هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. أيها الإخوة الكرام، ملاك الأمر كما يقول بعض العلماء أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكن وطن الآخرة، ثم تقبل به على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم شفاء للنفوس، يجب أن نتلوه حق تلاوته. وقال العلماء حق التلاوة أن تقرأه وأن تفهمه وأن تتدبره وأن تعمل به وأن تعلمه، هذه حق التلاوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورد في الآثار أن الله عز وجل لا يعذب قلباً وعى القرآن، ولا يحزن قارئ القرآن في الأثر، ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت غناً لا فقر بعده ولا غناً دونه. الشيء الثاني أيها الإخوة، استشعار عظمة الله، معرفة الله. هناك من يعلم أن الله خلق السماوات والأرض فقط، هو خالق السماوات والأرض، وهناك من يعرف أسماءه الحسنى اسماً اسماً. إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. يحدثك ساعات طويلة عن اسمه الرحيم، عن اسمه الكريم، عن اسمه القوي، عن اسمه اللطيف، عن اسمه الجبار، عن اسمه الغني، عن اسمه المقتدر، عن اسمه القادر، عن اسمه العفو. ينبغي أن تعرف الله معرفة تفصيلية، يجب أن تحصي أسماء الله الحسنى، أن تحصيها، أن تعقلها، أن تفهمها، أن تعرف أبعادها، أن تتخلق بما فيها من مضامين. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التعرف إلى الله، إن من خلال خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وإن من خلال أفعاله هناك عبر، ولكن ما أقل المعتبرين. قل انظروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر إلى معاملة الله لشاب مؤمن مستقيم، وانظر إلى معاملة الله عز وجل لشاب منحرف متفلت. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تفكر في خلق السماوات والأرض تتعرف إلى الله، انظر في أفعال الله كيف أن الله يمحق مال المرابي، كيف أن الله يجعل حياة المتزوج المتفلت جحيماً لا يطاق، كيف أن الله يتلف مال الذي يكسب المال الحرام. هناك آيات صارخة دالة على عظمة الله، بل إن أعظم دليل على أن هذا القرآن كلام الله
وقوع بعض وعده ووعيده في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ورقة زيتون تسقط على الأرض، ورقة واحدة، كم شجرة على وجه الأرض؟ إن كل ورقة من أوراق هذه الأشجار حينما تسقط يعلمها الله. ألا يعلم ماذا تفعل أنت؟ ألا يعلم من أين كسبك؟ من أين كسبك؟ وكيف تنفق هذا الكسب؟ ألا يعلم ماذا تفعل في خلوتك؟ إذا كانت ورقة الزيتون إذا سقطت يعلمها الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن تتعرف إلى الله من خلال خلقه عن طريق التفكر، وفي القرآن موضوعات للتفكر تزيد عن 1300 آية. ويمكن أن تتعرف إلى الله عن طريق النظر في أفعاله، ويمكن أن تتعرف إلى الله عن طريق كلامه. إن لله في خلقه آيات ثلاث، إن لله في خلقه آيات كونية، خلق السماوات والأرض، إن لله في خلقه آيات تكوينية، أفعاله، إن لله في خلقه آيات قرآنية، كلامه. تتعرف إليه معرفة تفصيلية عن طريق خلقه وأفعاله وكلامه. أيها الإخوة الكرام، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنباً ويفرج همّاً ويكشف كرباً ويجبر كثيراً ويغني فقيراً ويهدي ضالاً ويرشد حيراناً ويغيث لهفاناً ويشبع جائعاً ويكسو عارياً ويشفي مريضاً ويعافي مبتلاً ويقبل تائباً ويجزي محسناً وينصر مظلوماً ويقسم جباراً ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواماً ويضع آخرين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص في ملكي شيئاً. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، تدبر القرآن ومعرفة الواحد الديان، ثم طلب العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الذي يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى الشهادتين ومعنى ما بعد الموت وفتنة القبر وأهوال الحشر ومواقف القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار وحكمة الشريعة في أحكام الحلال والحرام وتفصيل سيرة النبي العدنان، هذا الذي يعلم كمن لا يعلم؟ كمن لا يعلم إلا أخبار الساقطين والساقطات، الأحياء منهم والأموات؟ هذا الذي يعلم شرع الله ويعلم ماذا ينتظر الإنسان بعد الموت، كمن يعلم أخبار هؤلاء الذين يروجون الفساد في الأرض؟ هذا الذي يتغذى بكتاب الله وسنة رسول الله وبطولة أصحاب رسول الله، كما يتغذى بقنوات المجاري كل يوم. هذا مثل هذا لا بد من طلب العلم. أيها الإخوة، أيها الإخوة الكرام، والعلم يطلب في مظانه. من أراد أن يكون طبيباً إلى أين يذهب؟ إلى الملاهي، إلى المقاصف، إلى الأسواق؟
لا بد من أن يذهب إلى كلية الطب. ومن أراد أن يكون مؤمناً أين يذهب؟ إلى بيوت الله. إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. إذن لا بد من لزوم مجالس العلم، ومجالس العلم تؤدي إلى زيادة الإيمان لأسباب كثيرة، منها غشيان الرحمة في مجالس العلم، ونزول السكينة، والملائكة تحف الذاكرين، وذكر الله لهم في الملأ الأعلى، ومباهاته بهم الملائكة، ومغفرة ذنوبهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث آخر، هذا الأول في صحيح مسلم، وفي حديث آخر في صحيح الجامع: ما اجتمع قوم على ذكر الله فتفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه القرآن، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم. نعم. أيها الإخوة الكرام، مجالس العلم تزيد الإيمان، فكما قلت قبل قليل: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله وتعتقد أن هذا الذي يتحدث مؤمن ورع مخلص، انتفعت بعلمه وازداد إيمانك، وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس للذكر ويسمونه إيمانا، فقال معاذ رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني جلسة فيها إيمان، ندوة فيها إيمان، سهرة فيها إيمان، لقاء فيه إيمان، احضر هذا اللقاء، تتألق، تشحن، يزداد علمك، يزداد قربك، تحب الله ورسوله، تكره الدنيا وفتنها. أما إذا جلست مع أهل الدنيا تحب الدنيا وتكره الدين. قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، البند الخامس من بنود وسائل تقوية الإيمان: العمل الصالح، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة، ما من واحد منا وأنا معكم إلا وقد وهبه الله شيئا من علم أو مال أو حنكة أو قدرة أو طلاقة لسان أو وجاهة أو مهنة أو حرفة، والمؤمن الحق يبذل مما آتاه الله في سبيله. مرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ لا بد من المسارعة،
لا بد من السباق، لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ولأن الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، ولأن أكبر المؤمنين إيماناً يوم القيامة يندم على ساعة مرت لم يذكر الله فيها. سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، يعني كلمة تفخيم وتعظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. ورد هذا في صحيح مسلم. وقد امتدح الله زكريا وأهله، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. لا بد من المسارعة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الكرام، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لزمت درس علم، استمر عليه. ألفت أن تدفع صدقة، استمر عليها. يقول عليه الصلاة والسلام، سئل عن أحب الأعمال، قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملاً أثبته، يعني ثبته في برنامجه وداوم عليه، والثبات نبات كما يقولون. لذلك كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. كان بعض السلف يخادع زوجته كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أنها نامت انسل من لحافها وفراشها لصلاة القيام. يقسمون الليل على أنفسهم وأهليهم ونهارهم في الصيام والتعلم والتعليم واتباع الجنائز وعيادة المرضى وقضاء حوائج الناس. تمر على بعضهم السنون لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام. أيها الإخوة، ليس القصد من هذا أن ترهق نفسك بعبادات تحملها على السأم، ليس هذا الذي أردته أبداً. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وقد رأى النبي حبلاً في المسجد فقال: ما هذا؟ قال: حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. قال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. واكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن نام عن حزبه من الليل أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ليس القصد أن تبالغوا مبالغة تحملون النفس على الضجر والسأم. أيها الإخوة الكرام، لهذا الموضوع تتم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه،
وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.